مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وحلقتنا اليوم. يسعدنا أن يكون ضيفي وضيفكم السيد العميد حسام الدين سليمان، المحلل السياسي والعسكري. أهلا وسهلا بك يا فندم أهلا النهاردة وسهلا بحضرتك في برنامجنا، وإحنا سعداء النهاردة أن حضرتك متواجد معانا. وشفنا في الفترات الأخيرة الكثير يتساءل بانشغال قضية سوريا، والكثير من الناس يتساءل، والرأي العام العالمي يتساءل ماذا يحدث في سوريا الآن. حضرتك كنا قبل كده التقينا في حلقة وتقريبا من سنة أو سنة ونص، واتكلمنا عن الشأن السوري ساعة ما بدأت الأحداث تحصل هناك، وكنت لفت نظر حضرتك أثناء الحلقة وقلت لحضرتك لو في أي قوات اتحركت من مناطق تمركزها في سوريا وخاصة في الشمال هتحصل كارثة في سوريا. حضرتك اللي حصل في سوريا إن الإدارة التركية أبلغت الإدارة الأمريكية بأن هي هتقوم بعملية عسكرية شمال سوريا. طيب هدفها إيه يا فندم؟ الهدف لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، رغم ان في لقاءات مع قادة وفي لقاءات مع سياسيين وخبراء في التحليل العسكري والتحليل السياسي، محدش اوضح الموضوع بصراحة او قالوا كيف تم الاتفاق. ليه؟ لان الادارة التركية قالت للادارة الامريكية احنا هنقوم بعملية عسكرية شمال سوريا، و التحرك بتاعنا عمق جوه سوريا هيبقى العمق 30 كيلو. فلما حصل الاتفاق ده او حصل ان هم ادوهم ضمنيا الضوء الاخضر وامريكا سحبت جزء من قواتها في شمال سوريا، القوات التركية بما فيها الجيش اللي بيطلقوا عليه الجيش الحر مع بعض الميليشيات هجمت الحدود الشمالية لسوريا بمنتهى القوة، مدفعيات، طيران، وبعد كده بدأوا يحركوا عناصر المشاة، دخلوا على هناك بيسموها بلدة أو مدينة. مين اللي عايش في المنطقة دي اللي هي المنطقة المستهدفة؟ والمنطقة دي نقدر نقول عليها كده اعتبارا من بلدة القامشلي لغاية برج العرب، المسافة البينية ما بينهم من شرق لغاية التلت الاخراني في غرب سوريا نقدر نقول عليها ما بين 180 وما بين 200 كيلو، وهم طالبين عمق 30 كيلو. ده الكلام اللي اتقال، لكن العمليات العسكريه شغاله لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي. هم بيقولوا ان هم بيحاربوا الارهاب. طب الارهاب كان في المنطقه دي مجموعه من القوات من ضمنهم قصد اللي هي قوات سوريا الديمقراطيه. فلما نفاجئ او الرأي العام يفاجأ او الناس تفاجأ او العسكريين او الاستراتيجيين اللي بيشتغلوا في المجال ده ان هم يلاقوا ان قوات تركية ومعاها الجيش الحر او ما بيطلق عليه الجيش الحر بيهاجم الحدود السورية وبيقتلوا الاكراد، في الاخر خالص قالوا ان احنا هنوصل لمسألة تغيير ديموغرافي. التغيير الديموغرافي معناها ايه؟ ان كل السكان اللي موجودين دول هيتم ازاحتهم خارج المنطقه دي وهيجيبوا سكان تانيين يحلوا محلهم، كما قالت الاداره التركيه ان احنا هنرجع النازحين او المهجرين السوريين اللي موجودين عندنا ونرجعهم تاني نسكنهم في المكان ده. طب الناس دي اساسا كانت ساكنه في المكان دي، لما نزحت من المكان ده، فلا هي عمليه غزو. هو عملية غزو. طب احنا شفنا على التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وكل السوشيال ميديا بيتكلم ان اردوغان مجرم حرب وان هو ضرب في المدنيين، والهدف منه ان هو يعني شفنا حاجات كتير الهدف منه ان هو ضرب المدنيين مش الاكراد بس. فانت ايه رأي حضرتك برضو بالنسبة للمشهد اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا؟ احنا عايزين نوضح برضو للسادة المشاهدين حاجات كتير بيتساءل فيها وحاجات كتير غايبة عننا ان احنا نعرفها ونعرفها للساده المشاهدين. اوضح لحضرتك جزئيه يا استاذ تامر، معظم السوشيال ميديا او الـ الاخوات والاخوه اللي هم ليهم مواقع على الفيسبوك او تويتر او غيره
بيتكلم يعني ليس تقليل من شأنهم أو من حجمهم أو من ثقافتهم، ولكن هنا في جزئية مهمة. إيه هي؟ هل أنت دارس شؤون عسكرية؟ هل أنت دارس شؤون سياسية؟ هل أنت عارف الموضوع أو التحرك ده هدفه إيه النهائي أو هدفه اللي هم بيعملوه منه؟ هم بيتكلموا بيقولوا إن هو مجرم حرب، ده كلام عاطفي، كلام عاطفي. لكن لما نيجي نفنده طبقا للقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف وكل الأمور دي كلها، فهي عمليات عسكرية أخذت طابع الإجرام، في تصفية لعرق معين، في مدنيين بيروحوا قتلى وجرحى. طيب المستهدف المفروض ان انت بتستهدف عسكريين، لا انت مستهدفش عسكريين لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي، المستهدف مدنيين، المستهدف مدنيين. وكل السوشيال ميديا وكل الافلام المسربه واخرها كان امبارح اللي هو في جماعه بيطلقوا عليها جماعه المنطقه الشرقيه صفت 9 من ضمنهم نائبه في الحرب الحزب الكردي، والموضوع ده موضوع يعني لو اتصعد ويدخل في اتجاه محكمة العدل الدولية وفي الملف ده اتمسك صح، لا دي فعلا إدانة دولية وجرائم حرب اللي بتتم. ايه المخاطر العالمية اللي ممكن تعود على المنطقة في الفترة القادمة اذا استمر هذا الغزو في استمراره اللي هو مستمر بيه أردوغان؟ طب الجزئية الثانية هكلم مع حضرتك فيها، هو الهدف بتاعه، الهدف بتاعه برضك علشان نوصل، هو على حسب كلامه هو او على حسب الاداره بتاعه الاداره التركيه او الاداره العسكريه، احنا شغالين لغايه مسافه 30 كيلو. لا الكلام ده يعني هما بيقولوا كاعلام، ولكن الواقع على الارض هو هيتعدى مسافه بعد 45 كيلو، قد تصل الى 60 كيلو، قد تصل الى 80 كيلو، لان هو عينه على مدينه اسمها الحسكه. حضرتك دي وايه الهدف من هذه المدينه ان هو يبقى عينه عليها، او ايه المميزات اللي في المدينه دي ان هو يكون عينه عليها؟ حضرتك مدينه الحسكه دي موجوده في اقصى شرق الحدود السوريه، شرق بجوار الحدود العراقيه، تمام، في مجموعه من الجبال واهمها داخل الحدود العراقيه جبل اسمه سنجار، وجبل سنجار ده كان معقل من معاقل داعش. فلو هو حقق اللي هو المهمة المباشرة بتاعته او اللي هو مخطط ليها لغاية ما يوصل لمنطقة الحسكة، يبقى هو استطاع ان هو يسيطر على مش 30 كيلو او 40 كيلو، لا ده هتتخطى توصل 60 كيلو 70 كيلو 80 كيلو. ليه؟ لان حضرتك في هنا هو في المنطقة دي طالع رافد هما بيسموه عمليات شرق الفرات، نهر الفرات، لا طالع رافد منه اسمه نهر الخابور. هنا في نهر الخابور حضرتك، هنا المنابع من فوق، المصبات ماشية لغاية الخليج العربي، بيلتقي نهر الفرات ونهر دجلة والمصب بتاعه في الخليج العربي. الخليج العربي المنطقة دي بقى لو جينا على الحسكة وشفناها على الخريطة وشفنا جبل سنجار داخل الحدود العراقية وشفنا مجموعة الجبال اللي شمال أو على الجهة اليسار بتاعت مدينة الحسكة وربطناها مع بعض منطقة جبلية، دي تقوي عناصر إرهابية. تقوي عناصر إرهابية بدليل إن بعض البيانات وبعض القنوات أذاعت إن في تسريبات حصلت ضرب بعض المدن وأولها مدينة القامشلي. القامشلي دي فيها سجن كبير. السجن ده يحتوي على العناصر بتاعة داعش، وفي نفس الوقت في معسكرات لعوائل داعش. فالمنطقة دي لو حصل منها تسرب الناس دي هتخرج، هيشتغلوا مع انهي جانب؟ مع الجانب السوري ولا مع الجانب التركي؟ الجانب اللي هو حرره ولا هيرجع تاني ولا هيخش العراق؟ هنا اصبحت الموضوع مفتوح، ملوش قيود حاليا. طيب احنا برضو بنتكلم برضو يا سيادة العميد، ايه المخاطر اللي ممكن تواجه المنطقة في هذه الاحداث؟ انتعاش انتشار الدواعش، انتعاشهم، هيكونوا ميليشيات، هيمدوهم بالسلاح، هيمدوهم بالذخيرة، هيعملوا لهم، هيبدأوا بقى يتكلفوا بمهام
تأثر على الأمن، مش الأمن القومي العربي أو في سوريا أو في العراق، لا ده ممكن تمتد حدودهم وتحركاتهم إلى المملكة العربية السعودية، ممكن يخش على الأردن لأن الأردن متاخمة للحدود السورية، ممكن يخش على لبنان، ممكن يتحركوا شمالا، ممكن يخشوا على أوروبا، كل ده تحت إيد الإدارة التركية. فدلوقتي هم اللي حرروهم، فأكيد هيستفيدوا بيهم. أكيد طبعا. من وجهة نظر حضرتك برضو، إمتى يتم إيقاف هذا الغزو اللي موجود في سوريا من أردوغان؟ يتم في حالة واحدة بس، لأن الكلمة أو التصريح الضمني حصل من أمريكا بسحب القوات، أمريكا ترجع قواتها تاني كده، عملت خط، الخط التاني أو الجزئية التانية لو احنا حبينا نتكلم الكلام اللي هو الكلام المظبوط، في مثلث، المثلث ده شغال مع بعضه بقاله فترة، اللي هو روسيا إيران تركيا، مفيش تحركات بتتم داخل إيران أو تركيا إلا بمراجعة روسيا. فدلوقتي الحل اللي أنا شايفه ده من وجهة نظري في إيد الرئيس فلاديمير بوتين. يعني شايف الحل في إيد بوتين؟ ليه؟ ليه؟ لأن حضرتك لو رجعنا بالزمن 3 4 أشهر 5 6 أشهر مدة سنة، كان الرئيس بوتين عمل مجموعة من الاجتماعات ووصلوا إن هم عملوا مذكرة الدستور السوري الجديد، دستور توافقي ما بين المعارضة وما بين وما بين وما بين وما بين بما فيهم الإدارة السياسية الحالية في سوريا اللي هي بتتمثل فيه الرئيس بشار الأسد، واتعرضت على الأمم المتحدة، وكان هتتعرض على الأمم المتحدة خلال الشهر الجاي أو قبل نهاية 2019، وهيتوافق عليها وهيتعمل دستور تفصيل لسوريا والإدارة السورية. مين اللي عمل الموضوع ده في سوتشي؟ بحضور مين؟ الرئيس فلاديمير بوتين، الرئيس روحاني إيران، الرئيس أردوغان تركيا، وتم اختيار بعض الدول العربية بالمذكرات بتاعت ما تم داخل سوتشي، وفي صورة راحت للأمم المتحدة اختار بما تم في سوتشي، بدليل ان روسيا فرضت المناقشات والمداورات اللي حصلت خلال سنة على المجتمع العالمي وعلى الأمم المتحدة، لكن اللي حصل خلال فترة الأربع أيام اللي فاتوا دول رجعهم لنقطة الصفر تاني، لا مناقشات، يعني رجعوا لنقطة الصفر تاني، لا مناقشات، لا 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 كل الكلام ده كله. وآخر حاجة حصلت النهاردة اللي نقدر نقول عليها تقريبا حصلت الساعة 12 ظهر بتوقيت القاهرة، اللي هو موقف بشار الأسد، موقف رئيس بشار الأسد الرئيس الشرعي لغاية دلوقتي لسوريا، إن خدوا ضوء أخضر من الإدارة الروسية من الرئيس بوتين إن قوات سوريا اللي هي التابعة للرئيس بشار الأسد تروح محافظة منبج وتسيطر عليها. ماذا تتوقع في الفترة القادمة؟ كده ده هيدخلنا في موضوع تاني يا أستاذ تامر. أنا ملاحظ إن الرئيس بوتين بدأ يتحرك وبكثافة، وبدأ ليه تصريحات من خلال لقاءاته في بعض الفضائيات العربية وبعض الفضائيات العالمية، وحيتم خلال الأيام اللي جاية زيارة، دي تعتبر زيارة تاريخية وفارقة في المنطقة العربية ومنطقة الشام وعلى المستوى العالمي، اللي هي زيارة المملكة السعودية، الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية، ولأن هو فاتح خطوط تواصل من زمان ما بينه، والكلام ده هو صرح بيه النهاردة في الحديث اللي عمله، قال أنا نازل علشان أعمل تواصل اقتصادي وشمول في التعاون، وخاصة إن حصل إن أمريكا وافقت على دفع شمول في التعاون بالنسبة للاقتصاد ولا عسكري؟ لا في الجهتين، في الاتنين، تعاون اقتصادي وهيخش التعاون العسكري، بس مش هنخش في نطاق نظرية الدفاع المشترك،
لان حاليا دلوقتي عشان ما نقولش بس الناس ما تاخدش الموضوع، لا ما فيش دفاع مشترك، لان ما فيش عدو موحد ليهم هما الاثنين، لا تعاون عسكري، خبراء، خبرات، تدعيم بسلاح، ما شابه ذلك، ما لهمش عدو مشترك. ولكن يعني انا على ما اعتقد ان نسبه 60% من المشاكل الحاليه سواء في الشرق الاوسط او في منطقه الشام، العراق وسوريا، بزياره الرئيس فلاديمير بوتين للمملكه العربيه السعوديه هتتحل مشاكل كتير جدا جدا، ومن ضمنها على ما اعتقد وبرشح انه هيذيب الجليد القائم بين المملكه العربيه السعوديه وايران. هذا تتوقع في الفتره اللي جايه قرارات لوقف هذا الغزو من بوتين ومن الدول اللي موجوده، من امريكا وباقي الدول اللي موجوده لغزو اردوغان امريكا همها دلوقتي ان هي تبعت قوات، امريكا حاليا دلوقتي همها ان هي تبعت قوات علشان تحمي المملكه العربيه السعوديه، والمملكه العربيه السعوديه ده اتفاق ثنائي ما بينهم وما بين بعض، وتم او هيتم تنفيذه، تم على الورق وتم شفهاته وتم باتصالات تليفونيه، وهيتم تنفيذه خلال فتره الشهر. بس نلاحظ حاجه، الاتفاق ده تم وهيتم تفعيله قبل وصول الرئيس فلاديمير بوتين للمملكه العربيه السعوديه. فمعنى تدخل او دخول الرئيس بوتين وظهوره على الشاشه الفتره دي ده مؤشرات قويه، ولازم الرئيس بوتين ياخد خطوه يرضي بيها جميع الاطراف ومش هيضر المصلحة الروسية. نطلع فاصل ونرجع للرئيس بوتين وقرارات الرئيس بوتين. فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم مشاهدينا ونكمل مع سيادة العميد، وعايزين كلمة بقى أخيرة يا سيادة العميد للموقف اللي موجود الحالي في سوريا وأردوغان من وجهة نظر حضرتك. الحلول الدبلوماسية، الحلول العسكرية ممكن تاخد فترة، ممكن تأدي هدف، ممكن تثبت أوضاع، ممكن ترجع أوضاع لما كانت قبل، ولكن الحلول الدبلوماسية الشرق الأوسط محتاجها ضروري ضروري ضروري، سواء في سوريا، سواء في العراق، سواء في لبنان، سواء في اليمن، سواء في السعودية، سواء في منطقة مضيق هرمز، سواء في مشاكل مصر اللي هي بتحيط بيها وعلى رأسها موضوع سد النهضة. الحلول الدبلوماسية، لأن الحلول العسكرية هتتفاقم بعد منها الأوضاع. أنت من وجهة نظر حضرتك يا سيادة العميد الحلول الدبلوماسية، وإحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وإن شاء الله يكون المنطقة كلها هادئة في الفترة اللي جاية، ونشوف المنطقة في أمن وأمان على جميع البلاد العربية وجميع الدول العالم إن شاء الله. اللهم آمين. ويكون في سلام، لان اساس الاديان كلها هو السلام، واحنا بنتمنى يكون السلام يعم مع العالم كله. اللهم امين. نشكرك في فقرتنا النهارده. انا اللي اشكر حضرتك سياده العميد، وان شاء الله يكون لقائنا متكرر، لان إن شاء الله. الشأن السوري دي سلاسل من الكلام، مش هيكون حلقه واحده بس تكفي، ولكن ان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية باذن الله. ده شرف ليا يا استاذ تامر. نشكرك ونطلع فاصل لمشاهدينا الاعزاء ونرجع لكم بعد الفاصل. مشاهدينا الاعزاء ورجعنا لكم بعد الفاصل، وسعدنا ان يكون ضيفي وضيفكم اليوم الاستاذ ايمن محفوظ المحامي، وهو وجهه مشرفه لمصر، واحنا انا شخصيا بحييه ان هو بيغير على بلده، راجل بيحب وطنه وبيحب بلده، بيتمنى يشوف بلده اجمل بلد في الدنيا كلها وبيغير على بلده. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. احنا سعداء ان حضرتك معانا النهارده. انا اسعد والله يا فندم. وشفنا على التواصل الاجتماعي النهارده، وشفنا على جميع المواقع الالكترونيه النهارده محامي يبعت انذار للسيد وزير الداخليه لاسقاط عضويه جو شو او جو تيوب او يوسف حسين الخاين العميل اللي هو قاعد في القنوات الخارجيه، اللي هو بيسيء للبلد واللي هو بيغلط في البلد. فعايزين نعرف من حضرتك انت داخليا يعني خدت القرار ده ازاي وعملته ليه؟ اولا انا احب اشكرك على الفرصه الجميله اللي اتحتها لي في برنامجك الجميل اهل كاريرو مع اعلامي كبير زي حضرتك. ده شرف ليا والله يا فندم. سعداء بحضرتك. اولا احنا عارفين ان الاراجوز اللي اسمه جوتيوب ده ولا يوسف حسين، هو اراجوز كان الاخوان عملوه بديل لباسم يوسف، والمفاجاه ان باسم يوسف اصلا اللي كان بينتج برنامجه هم من الاخوان، فهم الاخوان محتاجين اراجوز
يوصل رسالتهم بطريقه مهينه ويعني باسم النقد، ولكن النقد بريء منهم او باسم المعارضه. الهدف من البني ادم، مش عايز اقول بني ادم لان هو تعدى حدود الوحشيه، ويعني انا مش عارف اذا اوصفه باي وصف. يعني الراجل ده خان وباع بلده وبيهين رموز بلده وحكام بلده، وكمان بيهين اعلاميين وصحفيين بلدنا بطريقه مهينه جدا. احنا دول هم دي قوه مصر الناعمه، قوه مصر الاساسيه الناعمين. داخليا شفتوا ان هو بيهين رموز في الدوله وبيهين بعض الاعلاميين وبيهين كل ما هو ايجابي في الدوله المصريه، فانت يعني بالنسبه لك بداخليا قلت لا، لازم ان حياتك تاخد معاه اجراء، وما ينفعش ان هو يشيل او يحمل الجنسيه المصريه، فطالبت السيد وزير الداخليه باسقاط الجنسيه المصريه عنه. فعشان كده، عشان هو خاين وعميل وبيهد رموز الدوله المصريه وبيهينها، عشان كده انا قدمت للسيد وزير الداخليه وهو الشخص المفوض باسقاط الجنسيه وهو مجلس الوزراء، ان هو يسقط الجنسيه عن هذا الكلب العميل الخائن الخسيس اللي اسمه جوتيوب او ما يدعى بيوسف حسين. ان الجنسيه المصريه يا شرف لا 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 يستحق هذا الخائن العميل. فقدمت انذار للسيد وزير الداخليه باسقاط الجنسيه عنه، وده طبقا للقانون، لانه يعني تعاون مع جهات خارجيه في حاله حرب، لان هو متعاون مع جماعه الاخوان بدون اي الفاظ خارجه. احنا برضو خلينا نتعود مع مشاهدينا ان احنا دايما بنتكلم مع بعض وبنوصف الحاله بتاعتهم ان هو خاين وعميل. والله انا لو اعتذر، انا اعتذر للكلاب يعني. ده احنا بس مش عايزين الفاظ خارجه علشان برضو لينا مشاهدينا ولينا ناسنا وعاداتنا وتقاليدنا، هم يستحقوا اكتر من كده في الكلام، بس احنا حفاظا على مشاهدينا وحفاظا على عاداتنا وتقاليدنا اللي اتعودنا عليها، بنحاول ان احنا نضم صوتنا لصوت حضرتك برضو. مش هو بس، انا كل ما هو يهين او يرمز لاي رمز او يتكلم بسلبيه عن البلد، انا بضم صوتي لصوت حضرتك ان المفروض ان اسقاط جنسيته المصريه فورا. طبعا طبعا، لانه الجنسيه المصريه هي شرف لا يستحقه. ثم انه النهارده لقينا على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر بالذات، ان لقيت اللي مضوا عمرو واكد بتلاسن هو على الانذار اللي انا بعته للسيد وزير الداخليه بتلاسن يعني مهين لبرضه رموز الدوله المصريه، وبشكل انا شايفه فيه اساءه لمصر. التلاسن مش من طبع الرجال، والتناوز بالالفاظ مش طبع الرجال ابدا. فهم طبعا يعني اقل من ان هم يكونوا رجال، هم اشباه رجال خانوا بلدهم، هننتظر منهم ايه؟ بيستهينوا بالجنسية المصرية، بيقولوا هي حتة ورقة بيعايرونا بيها. ايه ده؟ الجنسية المصرية شرف لأي إنسان يحمله. الجنسية المصرية هي بتجري في دمنا، حب بلدنا وحب مصر بلدنا. انت ازاي بتتكلم عليها بالطريقة دي؟ وطن وعشان خاطر الفلوس ما يعرفش اللي حياتك بتقول طبعا عليه. طبعا طبعا، فاحنا عارفين ان الوطن غالي، وان الوطن ده شرف لينا كلنا، ان احنا موجودين في مصر، ومصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا غصب عن اي حاقد. واحنا عرفنا ان ده انهيار ثقافه بالنسبه لهم، بيحاولوا ان هم حروب الجيل الرابع والخامس اللي حاولوا فيه في الفترات الاخيره اللي هم يعملوه في مصر ويشوهوا في السوشيال ميديا الصوره، ولكن الله اراد ان يكشفهم قدام العالم كله، وارادت الثوره واراد المصريين بحبهم وانتمائهم لبعض ان يثبت للعالم كله ان هم غلط واحنا اللي صح. احنا عايزين نفهم المشاهدين، هم بيهدوا القوة الناعمة لمصر من الفنانين والاعلاميين والصحفيين، دي قوة ناعمة بيهدوها وبيغيروا المفاهيم. لما تلاقي واحد زي حضرتك وطني كده وعظيم وبيحب بلده، يفسروا هذا الحب بانه نفاق للسلطة الحاكمة، بيغيروا مفاهيمنا وبيغيروا عاداتنا. ايه الدور يعني اللي المفروض احنا بقى نقوم بيه لشبابنا ونقوم بيه لوطننا ونقوم بيه لمشاهدينا؟ ان احنا نعرفهم ان الناس دي ماشيه على خطأ، او الناس دي هدفها هو اسقاط مؤسسات او غيره او غيره، وهم بيحاولوا ان هم يعملوا انهيار للثقافه المصريه ويشوهوا العادات والتقاليد بتاعتنا. احنا لازم نوعي شبابنا ونفهمهم ان الهدف الرئيسي ان هو يبيع بلده هو الدولار، هو هدفه الاول والاخير الدولار، والبلد
يعني يحصل فيها زي ما يحصل اي مكان بقى النتيجه اللي ممكن تحصل للبلد، لما بيهد فينا كل مقاوماتنا ويحاول يفكك في مفاصل الدوله المصريه، يبقى عايز بالدوله المصريه ايه غير الخراب؟ البني ادم اللي بيسعى لخراب بلده ووطنه واهله وتشريد بلده، احنا يعني عندنا طبعا بيزعلوا اول ما بنقول شوفوا الشعوب العربيه اللي حوالينا اللي الحروب طحنت فيها وبقى فيها لاجئين وفيها مشردين وكده. احنا الحمد لله ربنا كرمنا بنعمة الامن. احنا نشوف غيرنا اللي سمع كلامهم اللي انساق وراهم حصل له ايه. الناس دي لازم نوعي شبابنا، ثم ان هم سعادتك بيباركوا الاحتلال التركي لشمال سوريا. مش بس بيباركوه كمان، ده هم بيطبلوا له. انا عايز اقول برضو ايمن بيه ان كان في مؤامرات كتير موجوده على مصر في الفترات الاخيره، مش بالنسبه للي هو الاعلام اللي هو المعاكس للدوله او المعادي للدوله، لان هدفهم كان معروف. وبرضو كان في برضو بعض السلبيات اللي كانت بعد الثوره شفناها في الاعلام وشفناها في بعض الافلام اللي كانت موجوده، ان هي بتحمس الناس على العنف وبتحمسه، زي ما احنا شايفين برضو يعني محمد فنان محمد رمضان واحمد السقا كانت الافلام دي بتخلي الشباب يتفرج عليها، فبتبدي للشباب تكتسب منهم مكتسبات اللي هي العنف. وطبعا احنا شفنا كتير دلوقتي في المجتمع المصري قضايا كتير فيها قتل، بقى اسهل حاجه دلوقتي هو القتل بسبب هذه الظاهره من الفن او بسبب الفن اللي هو موجود حاليا اللي بيخلي الشباب تكتسب مكتسبات سلبيه موجوده فيه. ايه راي حضرتك بالنسبه لبرضو الامور اللي هي الفنيه اللي احنا شفناها في الفترات اللي فاتت والافلام الفنيه اللي شفناها في الفترات اللي فاتت اللي هي فيها بلطجه وفيها عنف وفيها؟ انا زي ما حضرتك قلت، انا معلش اسمح لي انا بعترض على حته الاعلام المعادي للدوله، لا ده الاعلام المعادي للمصريين ولمصر. دول بيخربوا في بلدنا عن قصد وعمد. اما الفن اللي بيرسل رساله البلطجه وبيعلم الشباب البلطجه وانهيار للقيم والاخلاق بدافع الفن والابداع، هو برضه بيهد في الوطن من غير ما يدرى. انا كان ليا تجارب كتيره وكان ليا معارك كتيره مع الفنان محمد رمضان، ان هو مصمم على فكره البلطجي اللي هي تجسدت في الشاب المصري. بقى كل شاب طموح وعايز ينجح شايف الممثل محمد رمضان الناجح الغني المشهور صورته في الفيلم، بيحقق صورة الفنان المشهور في صورة البلطجي في الفيلم. حذرنا الكلام ده كتير قوي وقلنا انتوا كده بتهدوا بلدكم من غير ما تقصدوا. لقينا قضايا كتيره قوي فيها اخرها حضرتك قضيه راجح القاتل راجح للطفل، وشفنا قضايا كتير موجوده في المجتمع المصري في الفتره الاخيره فيها كلها اصبح القتل سهل. فانا عايز اسال حضرتك ليه القتل بقى سهل؟ القتل سهل لان الشاب بياخد قدوته من الفن من المشاهير اللي كنا حضرتك عارفين ان افلامنا كانت زمان بتحمل قيم ومعاني جميله ونبيله، وان الفيلم بنشوفه عشرات المرات الفيلم الابيض واسود ما بنملش. لكن النهارده الفيلم المصري سعيه الاول والرئيسي هو برضه الدولار اللي عايزين يكسبوا. بيحاولوا يخاطبوا فئه متدنيه من المجتمع، هم فئه المجرمين او اصحاب السوابق او الفئه الشعبيه جدا. انا اسمح لي بقى ايا كانت بقى صوره اللي هو بيمثله دوت، هو بيمثل في فئه المجرم، بيخاطب المجرم لان هو ده اللي بيقدر يدفع تذكره السينما او بيسعى ان هو يخش السينما لان بيشوف نفسه فيها. رغم كده ان الشباب ولادي وولاد حضرتك بيتاثروا بهذا الفكر وبيحاولوا يقلده. فلقينا قضيه راجح ديت يعني ادمت قلوب كل المواطنين المصريين والعرب كمان. شاب في ريعان شبابه بيحاول ان هو شاب اسمه شهيد الشهامة، بيحاول يثني الشاب الطائش اللي بيقلد برضه نفس دي جرير محمد رمضان وما شابه. مش عايز اقول محمد رمضان الفنان، انا بتكلم على محمد رمضان بشكله المضمون الفني، الصورة الفنية اللي شافها لمحمد رمضان بيحاول يقلده. فشاب متربي وابن ناس بيحاول يمنعه بمنتهى الشهامة ان هو يعني يثنيه عن ضرب فتاة او كده، بيديله قيمة انسانية. القيمة الانسانية اصبحت النهاردة عقابها القتل، فما كان من راجح الا انه قتل
الطالب محمود البنا. تقصد تقول برضه حضرتك ان احنا الفتره اللي فاتت دي كنا شفنا الافلام اللي هي فيها العنف زي ما احنا قلنا، فابتدى ان هو العنف يزيد في الشباب او مكتسبات معينه او ياخدوها قدوه. زمان زي ما حضرتك برضه ذكرت كان في افلام موجوده بيبقى فيها رساله معينه، الرساله دي كنا بنحترم فيها الكبير، بنحترم فيها الصغير، كان في احترام متبادل، كان بيجيب لنا عاداتنا وتقاليدنا، كان بيخلينا ان احنا نتعاون مع بعض، نقف جنب بعض، كانت كل الجيران الموجودين كلهم اهل، كلهم كان بيت واحد، البيت ده هو نفس البيت ده، كان في انتماء وكان في حب بين الشباب، كان بيعلمنا حاجات كتير موجوده. فالفترة الأخيرة اللي حضرتك بتتكلم فيها واللي احنا بنتكلم فيها شفنا فيها عنف كتير في الشارع. أيوه. شفنا فيها شباب موجودة بتتعامل بطريقة مكتسبة من عن طريق الأغاني اللي بيسمعوها أو عن طريق الأفلام اللي بيسمعوها، ما كانش فيه رقابة من الفترة اللي هي كانت بعد الثورة، لأن كلنا عاصرنا الفترة دي كانت فترة صعبة. بس أنا شايف توجهات الدولة برضو في الفترات اللي جاية إن في رقابة، وابتدت النقابات اللي موجودة تقول ده لا وده خارج وده وابتدى ان يبقى فيه قانون ويبقى فيه عقوبات. من وجهه نظر حضرتك ازاي ان احنا نحد ونقضي على الظاهره اللي موجوده دي في الفتره القادمه؟ اولا نعترف ان هناك مشكله، وان المشكله يعني اساسها هي الصوره الفنيه الظاهره بيها الافلام والمهرجانات وكمان الالعاب الالكترونيه كلها تحد على العنف والقتل وكده. احنا بنقول ان احنا عايزين القانون، تفعيل دور القانون، ان الردع هو الاساس. وانا عايز من خلال منبرك العظيم اقول لحضرتك سب ان كان في برضو زي ما في شهيد الشهامه محمود البنا، كان في شهيد برضو اسلام شهيد النهارده كانت العيش. المحاكمه بتاعتهم وكانت المحاكمه النهارده والحمد لله قضاءنا الشامخ ادى درس لكل واحد بيفكر ان هو يكون بلطجي او يمثل هذه الصوره او يفرض سيطرته على الشارع، وحكم على نفس القضية دي. هي ذات القضية دي قتيل شهيد الشهامة هو شهيد لقمة العيش، برضو كان بيجري وراه وبيحاول يقتله كده. قضاءنا الشامخ العظيم حكم بالمؤبد على الولد اللي قتل شهيد تفتكر برضو لقمة العيش. أيمن بيه إن الحكم لما يكون في حكم رادع أو حكم قوي في وقت زي ده اكيد هيحد من الجريمه. طبعا طبعا يعني هو الحكم ده مش رضع المجرم بس، ده رضع كل من تسول نفسه ان هو يعني يمارس هذا العنف وهذه البلطجه على ده كمان مش بيطبقوا البلطجه على الناس اقوياء او ناس شاب زيهم يعني بيمثلوا نفس الصوره الذهنيه ليهم، لا ده بيختاروا شاب ضعيف مسكين عشان ينفذوا عليه يعني امراضهم النفسيه وكده. معظم القضايا اللي بتتم والسن اللي بيتم فيه القتل في الوقت اللي احنا شايفين بيتراوح ما بين سن 17 و18 سنه، ودي بتبقى ثغره في القانون المصري اللي موجود حاليا ان هو بينطبق عليه طبق اللي هو انطباق الحدث. أيوة. او ان هو لا يعاقب كأنه هو طفل او بقانون الطفل. فاحنا برضو يعني انا شفت كتير واتكلمنا كتير وشفنا كتير في برامج كتير برضو من خلال منبرنا هنا اهو ان القانون برضو يعني فترة 18 سنة دي ممكن ان هي يكون مثلا في لغاية 16 سنة يعاقب فيها او قانون طفل او يتم تعديل القانون برضو عشان في برضو احداث كتير او في السن ده منتشر بطريقة برضو زي ما احنا شفنا انتشار الجريمة في السن 18 سنة ده بالذات بيكون شايفينه كتير، فلازم يكون في عقاب برضو رادع عشان يكون برضو النقطة دي موجودة للشباب ويكون برضو في خوف من جواهم انه ما يقدرش يعمل اي جريمة او يعمل ده عشان عارف ان هو السن مش هيديله اعدام او مش هيديله عقوبة كبيرة. انا بتفق مع حضرتك تماما في هذا يعني في تلك الافكار وانا مؤيدها تماما. احنا قلنا المسكن الاساسي دلوقتي او الحل السريع احكام رادعة سريعة، واللي عايز اقول لحضرتك ان الحكم النهارده بالمؤبد كان من الجلسه الاولى، وان القضاء يعني حكم من جلسه واحده. الحكم ده كان رادع ناس كتير، يبقى ده المسكن اللي احنا نقدمه للشباب. لكن للاسف الشديد ان شهيد الشهامه محمود البنا بتاع محافظه المنوفيه للاسف الشديد مش هيتم عليه نفس الحكم، لان احنا اكتشفنا النهارده ان الاولاد اقل من 18 سنه
وانت حضرتك اسهبت وقلت ان الجريمه بتقع في هذه السن لانه عارف ان هو يعني هياخد عقاب بسيط. احنا من المبارك العظيم ده بنطالب مجلس الشعب ان هو يعدل من سن الطفل من 18 سنه، 18 سنه ده شعب كبير. معانا مداخله تليفونيه، معانا الاستاذ وائل عبد الوارث مقدم برنامج كارت احمر، اهلا وسهلا بيه. اهلا بحضرتك يا استاذ تامر، اولا انا سعيد بمداخلتي مع حضرتك لانك من الاعلاميين المحترمين اللي فعلا بتنقل صوت الناس وبتتكلم عن نبض الشارع بيقول ايه، والناس كلها ما لهاش شغلانه الا محمود الشاب الجميل شهيد الشهامه والرجوله. وطبعا لازم ارحب بالمحترم محامي الغلابه، يعني المحامي اللي دايما بنلاقيه مع الناس الغلابه، الناس اللي محتاجه، الناس اللي ما تقدرش حتى تجيب محامي يترافع عنها في قضايا، بنلاقي محامي الغلابه ايمن محفوظ. فاهلا بيك وبضيفك. اهلا بيك. واحنا سعداء بيك النهارده طبعا استاذ وائل عبد الوارث، زميل واعلامي متميز دائما، ودائما بتناقش قضايا موجوده في الشارع المصري باختلاف طبعا القضايا اللي موجوده بشكل ايجابي، واحنا سعداء بمداخلتك النهارده معانا، وعايزين نعرف بقى وجهه نظر حضرتك وراي حضرتك بالنسبه للعنف اللي موجود السائد اليومين دول في المجتمع بين الشباب. طب خلاني اتكلم بصراحه شويه. الشباب في الشارع بتحاول تجيب قدوه. الافلام السينمائيه اللي احنا بنشوفها كل يوم دلوقتي خلت البلطجي بقى قدوه، خلت العالم والمهندس والدكتور واللي كنا زمان بنقول يا رب اولادنا يطلعوا كده ما بقاش قدوه، لانه الشارع شايف مين. السوشيال ميديا عملت لعب مؤثر وخطير في الشباب في اختيار القدوه بتاعتها. بصوا على الاطفال في الشوارع، بصوا على الاطفال. انت بتتكلم النهارده لسه مالوش ايمن وبيتكلم بيقول لك ده اقل من 18 سنه. لا، اقل من 18 سنه لازم مجلس النواب المصري يتدخل. انا بؤيده كاملا في كل اللي قال، لازم مجلس النواب المصري يتدخل عشان يشوف حل الجريمه دي، نشوف ايه اللي حصل في الذوق المصري والمجتمع المصري من بعد 2011. بعد 2011 كانت نقطه تحول في المزاج المصري. طيب حضرتك شايف بالنسبه ان احنا ازاي نقضي على الظاهره دي؟ انا شايف ان يكون لازم يكون في دور رقابه قوي الفتره اللي جايه ده ورادع للافلام والاغاني اللي موجوده والمهرجانات بالاخص. الحاجه الثانيه لازم دور الازهر والكنيسه. احنا في مصر هنا بلد واحده، شعب واحد، عمرك ما تقدر تفرق بين مسلم ومسيحي. عشان كده لازم الازهر هنا يتدخل ويوعي الشباب، ولازم نشوف تاني افلام تانيه في التلفزيون المصري وفي السينما المصريه زي الممر. الممر خلى الشعب المصري كله بقى جيش. أكيد. الممر خلى الشعب المصري كله واحد، وده اللي احنا بنقوله ان الدوله ابتدت تتجه. والرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قال يا ريت نشوف كل ست شهور فيلم زي الممر، نعلم الشباب يعني ايه الرجوله، يعني ايه الامان، يعني ايه ان البنت اللي في الشارع دي اخته وامه وبنت عمه وبنت خاله، يعني ايه. لازم يتعلموا ان مصر محتاجه كل شبابها، محتاجه اللي يدافع عن كل ذره رمل من ارض مصر. لازم نشوف الشهداء اللي بيموتوا في سيناء كل يوم عشان يدافعوا عن الارض والعرض. لازم كلنا في الاعلام نديهم مليون تعظيم سلام. لازم في الاعلام المصري كلنا نتكلم عن امجاد الشهداء في حرب 73 وحرب الاستنزاف. لازم نعرفهم انتوا مين. احنا فعلا مش الفراعنه بس، احنا عندنا دلوقتي جيش مصر قدوه، او الشباب في الجيش المصري قدوه لكل شباب مصر. يا ريت نرجع يا تامر نشوف الممر الجديد، ممر جديد تاني وفيلم جديد تاني، ونشوف دول الازهر ودول الكنيسه، ونوعي الشباب ان اللي بيحصل ده حرام، اللي بيحصل ده ازهاق النفس حرام، انه مجرد انه يعاكس بنت في الشارع دي حرام، انه يوقف بنت في الشارع او يثبتها او ياخد موبايلها ده اكيد حرام. طبعا احنا سعيد اللي انا بسمع من حضرتك الكلام المحترم والكلام اللي المفروض ان احنا دايما متعودين عليه كعاداتنا وتقاليدنا في مصرنا الحبيبه، ونتمنى ان احنا نشوف ايام زمان ترجع تاني ومصر ابتدت تمشي في طريقها الصحيح. وانا بشكرك النهارده بمداخلتك معانا الجميله، وسعداء بحضرتك النهارده معانا في مداخلتك الجميله. ونرجع بقى للاستاذ ايمن ونشوف استاذ ايمن من وجهه نظر حضرتك لازم يكون في قانون رادع، لازم يكون في رقابه طبعًا قويه ان احنا نحمي بيها شبابنا ونحمي بيها اولادنا. وتعديل قانون الطفل، احنا عايز من منبرك العظيم ده نعمل حمله نبداها من حضرتك وهو الاستاذ وائل عبد الوارث، يعني يتضامن معانا في هذه الحمله
وكل الاعلاميين ان احنا لازم نخفض سن الطفوله، يعني سن الطفوله 18 سنه، فده شاب واعي ويعني وراجل، انا بعتبره راجل، يعني على الاقل انا اعمل سن الطفوله 16 سنه زي سن البطاقه، سن البطاقه مثلا، يعني هو محسوب على الدوله من بدايه ان هو طلع البطاقه جميلة. سن البطاقه يبقى دي نهايه الطفوله بالنسبه لك 16 سنه، لكن 18 سنه ويقتل، وبيقتل بعنف وعنف شديد واصرار على القتل. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، ان كمان القضيه مش قلنا قضيه تلا بتاعت شهيد الشهامه ثم قضيه لقمه العيش، النهارده برضو في شهيد فيكتوريا برضو نفس القضيه بتتكرر النهارده. هي القضيه بتتكرر، الاسماء مختلفه ولكن القضيه واحده، واحنا قلنا اللي كان في عنف في الدوله ابتدت تاخد خطها برضو السليم، ان هي تبتدي ان هي تشوف توعيه للشباب، ابتدت ان هي يبقى في ندوات، ابتدى يبقى في افلام عندنا يبقى ليها انتماء لبلدنا لمصر الحبيبه، يبقى يعرفنا يعني ايه مصر، يعرفنا يعني ايه انتماء وحب للبلد. انا سعيد بحضرتك النهارده معانا في برنامجنا، وعايز كلمه اخيره للساده المشاهدين قبل ما اختم حياتي. انا اقول كلمه اخيره، لا شك ان دور الدوله، هي الدوله رغم مثقله بكل الاعباء الا ان هي برضو بتعمل لنا عمل جميل زي فيلم الممر، واحنا شايفين ان في توعيات كتيره بتحاول الشباب توصل للشباب من الازهر ومن الكنيسه زي ما الاستاذ وائل قال. ودور التعليم، انا شايف برضو في رعايه للتعليم، انا شايف مجهودات للدوله جميله، وكانت بروزت في فيلم الممر اللي حولنا كلنا فعلا لجنود. احنا بنشكرك لتواجدك معانا النهارده ولقائك الجميل معانا، وتملي بنقول في كل حلقه اللي بيحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه.